ألف ألف مبروك. طبعا حلو القرار. حلو عليك. تسلم ما تقصر والله تسلم. أنت تحتاج البرنامج أكثر مني. ما أدري يمكن أطلع. لا إذا طلعت أعطني عادي. خلاص. ألف 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 مبروك. كأعلى نقاط في مسابقة البرايم اليوم طبعا. أعلى نقاط في مسابقة البرايم اليوم اللي يستحقها ويجمعها وأخذها حبيبنا في تعادل اليوم ولا في تعادل؟ رفضوا يقولوا لي. طيب في اثنين متعادلين كأعلى نقاط واحتمال ثلاثة أربعة كأقل نقاط. احتمال يكون شخص آخر. ألف مبروك يا الدلبحي مصور ومخرج في تقارير القناة سم. عجل ألف مبروك اللي عامر وتسرج. يا رب تفضل يا عامر كلمتك. يعني والله ما بكيك. انا اقول اولا اعتذر للجمهور على القرار، لكن ما كان في قرار غيره ابدا. الله يبيض وجه من وقف مع عامر، لا من متسابقين لا من جماهير لا من ربعي ولا من قبيلة عتيبة. ما عليكم زود. وأقول بإذن الواحد الأحد عامر باقي ويتمدد إلى 90 يوم بإذن الله. يعني والله باقي ويتمغى. رجوعك للبرنامج تستاهل تستاهل. لكم التوفيق يا الربع. ما عندكم إن شاء الله. وبرضه يتساوى بالنقاط مع عامر ونقول له